أنا الأنسة أميرة محمد عوض، مراقبة بمعهد المتوسط للإرشاد النفسي والتربوي. اليوم كان في عنا مادة علم النفس الاجتماعي، كانت الأمور موفقة الحمد لله، وكانت الأسئلة شاملة لجميع المستويات، الجو طبيعي جدا الحمد لله، نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. عبد اللطيف العيسى، عضو مجلس إدارة في مؤسسة الـ ADA العاملة في الداخل التركي، والتي من أحد نشاطاتها المعهد المتوسط للإرشاد النفسي والتربوي في الداخل السوري. طبعا المعهد هو على سنتين، يحصل بعد تخرجه الطالب على شهادة مصدقة أو إجازة مصدقة من الحكومة السورية المؤقتة وفقا لبروتوكول موقع مع وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة. يضم المعهد بالنسبة للمدرسين، طبعا يضم المعهد خيرة المدرسين والدكاترة المحاضرين في مجال الإرشاد النفسي والتربوي والصحة النفسية. إضافة كما لاحظنا، نعيش الآن الأجواء الامتحانية للفصل الدراسي الثاني أو للدورة الفصلية الثانية للعام الدراسي 2022-2023. نتمنى لطلابنا إن شاء الله النجاح والتفوق في هذه الامتحانات. كما إجابة على بعض الاستفسارات والأسئلة حول موضوع مفاضلة العام الدراسي القادم للعام الدراسي 2023-2024، ستصدر إن شاء الله المفاضلات خلال الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. الحمد لله في إقبال كان كتير كبير خلال الدورة الأولى، أو خلينا نقول الدفعة الأولى، حيث يتقدم الآن للامتحانات ما يقارب 90 طالب وطالبة، معظمهم في السنة الأولى كطلاب مستجدين. نسأل الله عز وجل التوفيق لجميع الطلاب في جميع مجالات الحياة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قاسم ظاهرو، بشتغل في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وحاليا طالب في المعهد المتوسط للإرشاد النفسي التابع للـ IDA. طبعا أنا الأسباب اللي دفعتني لحتى أسجل في المعهد هو تحسين شهادتي العلمية وصقلة مع خبرتي العملية في الميدان، باعتبار أنا عم بشتغل في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي. طبعا نحن اليوم باليوم الرابع من العملية الامتحانية، اليوم قدمنا مادة الإرشاد النفسي الاجتماعي. كان المادة والأسئلة كتير مريحة الحمد لله رب العالمين، قدمنا بشكل حلو. بشكر المدرسين والقائمين على سير العملية الامتحانية اللي أمنوا لنا جو كتير حلو ومريح لحتى نحسن نقدم بشكل مريح، وشكر زملائي وزميلاتي اللي دعموني وشجعوني للتسجيل في هذا المعهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نجلاء ختام، طالبة سنة أولى بالمعهد المتوسط للإرشاد التربوي والنفسي. بالحياة أنا بشتغل كعامل مجتمعي ضمن فريق الصحة النفسية بأحد المنظمات الإنسانية الطبية. هلا مثل ما بتعرف نحن مرينا ب 12 سنة حرب، فزادت عنا الأزمة الصحة النفسية، صرنا بحاجة لناس إنسانيين بيشتغلوا في مجال الدعم النفسي والصحة النفسية، فلذلك اضطرينا نحتاج لناس أكاديميين. هلا أنا عم اشتغل بالصحة النفسية، بس كنت بحاجة للخبرة الأكاديمية، فسمعت بالمعهد بالكادر اللي عم يشتغل فيه من دكاترة من إداريين، هن الناس مشهورين على مستوى الشمال السوري، فالتحقت بالمعهد وعم بدرس حاليا سنة أولى، وهلأ كنا بالفحص وكان الفحص جيد، الجو تبع الفحص جيد، الإدارة المدرسين الدكاترة كانوا كتير داعمين لنا كطلاب. المعهد رح يخرج ناس أكاديميين وناس مهنيين، مرة على مرة رح يساعدوا الناس لحتى يتخطوا الأزمات اللي واجهوها من كوارث طبيعية ومن حروب مرقت على راسنا خلال هالسنين الماضية كلها. الشائع